السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنكمل مع بعض الكارديو باسكولر. النهاردة محاضرتنا بتتكلم عن الـ Properties of Cardiac Muscle، خواص الكارديك موسل. Properties of Cardiac Muscle هم أربعة: Excitability, Rhythmicity, Conductivity and Contractility. هنتكلم عن أول ثلاثة النهاردة، وبإذن الله المحاضرة الجاية هنتكلم عن Contractility لوحدها. أول حاجة هناخدها excitability أو irritability of cardiac muscle. يعني إيه excitability؟ It is the ability of cardiac muscle to respond to adequate stimulus by generating an action potential followed by mechanical contraction. قدرة ال cardiac muscle to respond to stimulus لازم يكون adequate، يعمل لها stimulation فيحصل action potential، بعد ال action potential يحصل إيه؟ mechanical contraction اللي هي ال contraction بتاع ال cardiac muscle. هي الفيزس اوف اكشن بوتنشال. قبل ما ابدا الفيزس نعرف ان عضله القلب فيها نوعين، في اوردينري ماسل اللي هي الاثريوم والفنتريكل اللي باختصار وظيفتها الكونتراكشن اند ريلاكسيشن. كونتراكشن عشان تضخ الدم، ريلاكسيشن عشان تتملي بالدم. في نوع تاني في المصل من المسلز في القلب سبيشالايزد ازاي؟ ملهاش وظيفة الـ contraction والـ relaxation، أمال وظيفتها إيه؟ وظيفتها إنها تولد النبضات في القلب initiation and propagation of cardiac impulse. تمام؟ طب يبقى أنا عندي اتنين action potential بيحصلوا في القلب. action potential بتاع الـ ordinary muscle هو الـ atrium والـ ventricle، ووظيفته contraction and relaxation. في action potential بالنسبة للـ automatic cells أو الـ cells اللي بتولد النبضة الكهربية في القلب، ودي وظيفتها توليد النبضة الكهربية، ده اكشن بوتنشال تاني لوحده. هنبدأ النهاردة الاكشن بوتنشال اوف اوردينري ماسل الاتريوم والفنتريكل اللي وظيفتهم ايه؟ كونتراكشن اند ريلاكسيشن. تمام. طيب اي اكشن بوتنشال زي ما خدنا في النيرف ماسل في ريستنج ممبرين بوتنشال، بعد كده الاكشن بوتنشال اللي هو تي بولاريزيشن اند ري بولاريزيشن. فبنتكلم الاول على ريستنج ممبرين بوتنشال بتاع الاتريوم او الفنتريكل. يعني ايه resting membrane potential؟ نفس التعريف اللي خدناه قبل كده في النيرف والمصل. It is the potential difference between the outer and the inner surface of the cell membrane with inside negative with respect to outside which is positive. يبقى هو فرق البوتنشال، فرق الجهد ما بين جوه وبره السيل. resting membrane potential جوه بيبقى negative، بره بيبقى positive. طب يتراوح من كام لكام؟ from 80 to 100 طبعا بالماينس ملي فولت. تمام. يساب الريستنج ممبرين بوتنشال برضو زي العادي، اول حاجه سيلكتيف بيرميابيلتي اوف سيل ممبرين، تاني حاجه صوديوم بوتاسيوم بامب. سيلكتيف بيرميابيلتي اوف ذا سيل ممبرين، ان السيل ممبرين بتاع الكاردييك ماسل بيرميبل لمين؟ للصوديوم والبوتاسيوم. واحنا عارفين ان المين انترا سيلولار كاتاين هو البوتاسيوم، والمين اكسترا سيلولار كاتاين هو الصوديوم. طب السيل بيرميبل نفاذه للصوديوم والبوتاسيوم، بس بتحب تخرج بوتاسيوم اكتر من انها تدخل صوديوم. طبعا احنا عارفين ان السلكتيف بيرميابيلتي دي عمليه باسيف. يعني ايه باسيف؟ يعني بتتم with concentration gradient، يعني الايون بيخرج من التركيز العالي للتركيز الواطي، يعني البوتاسيوم جوه اكتر فيحب ان هو يخرج من جوه لبره، الصوديوم بره اكتر فيدخل من بره لجوه. طب السيل هنا مور بيرميبل مين؟ للبوتاسيوم، فالبوتاسيوم يخرج اكتر ما الصوديوم يدخل. تاني سبب للريستنج ممبرين بوتنشال دي الصوديوم بوتاسيوم بامب، ودي اكتف. يعني الريستنج ممبرين السلكتيف بيرميابيلتي دي باسيف بروسيس بتتم with concentration gradient along the concentration gradient، ان الايون بيمشي بالكونسنتريشن العالي للواطي. اما الصوديوم بوتاسيوم بامب دي اكتف، اكتف يبقى against concentration gradient، الايون بيتحرك من الكونسنتريشن القليل للكونسنتريشن العالي. طبعا الصوديوم بوتاسيوم بامب زي ما خدنا قبل كده بتعمل ايه؟ بتخرج 3 صوديوم بره ترجعه لمكانه الطبيعي، وقصادها تدخل 2 بوتاسيوم جوه. يبقى 2 ايتمز دول ساعدوا لي انهم يعملوا لي الريستنج ممبرين بوتنشال اللي هو جوه نيجاتيف وبره بوزيتيف. سيلكتيف بيرميابيلتي دي باسيف بروسيس ماشيه مع الكونسنتريشن جريدينت، اما الصوديوم بوتاسيوم بامب دي اكتيف بروسيس اجينست كونسنتريشن جريدينت. تمام.
ونعرف ان الريستنج ميمبرين بوتنشال اوف ذا كارديك ماسل من سالب 80 لسالب 100 ملي فولت. نبدا الاكشن بوتنشال. الاكشن بوتنشال عندي تي بولاريزيشن وري بولاريزيشن، وقسمناها الفيزز. التي بولاريزيشن هو فيز 0، اما الري بولاريزيشن فيز 1 2 3 اند 4. تمام؟ سوري. طيب الدي بولاريزيشن رابيد، اما الري بولاريزيشن ده سلو ومليان فيزز، 4 فيزز. طيب الدي بولاريزيشن led to sudden upstroke of membrane potential which rise from range from negative 85 ملي فولت to reach positive 20 ملي فولت. زي ما نشوف في الرسمه ده resting membrane potential، خدنا average، احنا قلنا من سالب 80 لسالب 100 ناخدها سالب 85 ملي فولت، ده resting membrane potential. حصل stimulation، فايه اللي حصل؟ عملنا depolarization من سالب 85 وصلنا لايه؟ موجب 20 ملي فولت. يبقى هو rapid process بيوصل من minus 85 ملي فولت to positive 20 ملي فولت، ده depolarization. اما repolarization، repolarize طبعا في depolarization يعني جوه negative جوه positive قلبنا بقى ال polarized state، بقى جوه positive العكس وبره هو اللي negative، وهنعرف ال ionic basis للحاجات دي كلها. repolarization كان depolarization rapid، هنا slow، هنا كان فيز واحد هو فيز زيرو، اما هنا ده multi phases فيز 1 2 3 and 4. هنقسمهم ازاي؟ احنا وصلنا هنا ل depolarization، احنا وصلنا ل positive 20 ملي فولت، ده كله بقى repolarization. repolarization انا بحاول ارجع السيل للبولارايزد ستيت بتاعتها تاني، احاول ارجع يبقى جوه negative وبره positive. اول فيز اسمه فيز 1 اللي هو الصغير ده، عشان كده سميناه small and fast repolarized phase، small and fast، ده اول فيز، فيز 1 في repolarization. فيز 2 الطويل ده، ده slow، وعند هنا لو جينا نقطه وصلناها لهنا هنلاقيها هنا واقفه عند الزيرو، ده فيز 2 سميناه بلاتو، يعني ماشي هوريزونتال. ليه؟ لان الممبرين بوتنشال اثناء البلاتو equals 0. تمام، ده البلاتو. تالت فيز اللي هو فيز 3 rapid and large repolarization، rapid and large repolarization. اخر فيز ده رجعنا الممبرين عند resting membrane potential فسميناه complete repolarization. يبقى تاني انا عندي resting membrane potential الافريج minus 85 ملي فولت، depolarization fast fast وصلنا لغايه positive 20 ملي فولت. تمام، ده الباقي ده كله repolarization. repolarization عشان احاول اخلي تاني اللي جوه بقى negative والبره positive، ده small and fast، ده plateau يعني الممبرين بوتنشال زيرو، ده لارج اند رابيد، ده كومبليت ريبولاريزيشن. يبقى الديبولاريزيشن فيز زيرو، اما فيز 1 اند 2 اند 3 اند 4 دول الريبولاريزيشن. تمام، باقي بقى نعرف ايه؟ عايزين نعرف الايونيك بيزس لكل فيز. فيز زيرو، فيز زيرو ده اللي هو رابيد ديبولاريزيشن اللي وصلنا من سالب 85 ملي فولت تو بوزيتيف 20 ملي فولت. سببه ايه؟ سببه ان انا فتحت الفاست صوديوم شانل، فتحت قنوات الصوديوم فدخلت لي صوديوم جوه، فخلت لي جوه ايه؟ بوزيتيف وبره نيجاتيف، فعملت دي بولاريزيشن، عكست الاستقطاب بتاع السيل. تمام، يبقى هنا دخلنا ايه؟ دخلنا الصوديوم من الفاست صوديوم شانل، هو ده اللي عمل لي فاست دي بولاريزيشن. طب اول فيز اللي هو السمول اند فاست دي بولاريزيشن سببه ايه؟ اللي هو ده اي ريبولاريزيشن سببه خروج بوتاسيوم، خروج بوتاسيوم، خروج بوتاسيوم، نحفظها صح، يعني طول ما انا ماشيه هنا بوتاسيوم خرج، هنا بوتاسيوم خرج، هنا بوتاسيوم خرج، هنا بوتاسيوم خرج. تمام، هنزود في كل فيز كمان سبب. يبقى الفاست اند سمول ريبولاريزيشن فيز 1 سببه نمبر 1 ما ننساهاش انكريز بوتاسيوم افلوكس، انا ده كله انا بحاول في على مدار الريبولاريزيشن ارجع تاني جوه نيجاتيف وبره بوزيتيف. طب انا خرجت بوتاسيوم، تمام، يبقى سحبت حبه شحنات موجبه خرجتها بره، وقفلت الصوديوم اللي كان مفتوح في الديبولاريزيشن فمنعت دخوله جوه، ده انا كمان ايه زودت الكلورايد انفلكس، دخلت شحنات سالبه جوه، يبقى انا قفلت الصوديوم فمنعته دخوله خلاص مش داخل جوه تاني عشان ما زودتش البوزيتيفيتي جوه، فتحت البوتاسيوم بدا يخرج من جوه لبره عشان اقلل البوزيتيف جوه وخرجه بره، وكمان دخلت كلورايد اللي هو مليان شحنه سالبه فبساعد ان ارجع جوه تاني يبقى ايه؟ نيجاتيف. يبقى ده اول فيز سببه ايه؟
حركت بوتاسيوم، increase بوتاسيوم افلوكس اهو، closure of sodium channel and increase chloride influx. influx هتدخل لجوه، افلوكس تخرج لبره. تاني فيز في الريبولاريزيشن اللي سميناه بلاتو، نعرف بلاتو يعني equals ان الممبرين بوتنشال equals zero zero. سببه ايه؟ طبعا سببه لازم كلمة قبل ما اكتب اي ايون اكتب كلمة balance between، في توازن ما بين كالسيوم influx، ولازم قبلها كلمة slow، balance between slow calcium influx and potassium and slow potassium efflux، في توازن ما بين دخول الكالسيوم وخروج البوتاسيوم، عمل لي بلاتو فيز. نخلي بالنا الكالسيوم اللي دخل في البلاتو زي ما نعرف بعد كده، البلاتو ده اللي بيحصل فيه السيستول او الكونتراكشن اوف ذا هارت، هنا القلب بينقبض في البلاتو، اثناء البلاتو القلب مقابض نتيجة الكالسيوم، الكالسيوم هو اللي عمل الكونتراكشن اوف ذا هارت. تمام، كالسيوم دخل وبوتاسيوم خرج. طب ما انا عايزه ابدا بقى بعد ما الكونتراكشن حصل لازم اريح القلب، اعمل ابدا اعمل ادخل في ريلاكسيشن عشان القلب يريح يعمل دايستول يتملي بالدم، يبقى الكالسيوم هو اللي عامل كونتراكشن، يبقى عشان ابدا اريح القلب لازم الكالسيوم اللي دخل يحصل له ايه؟ يخرج. بيخرج ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها كالسيوم صوديوم شانل، تخرج لي الكالسيوم ده وتدخل قصاده صوديوم. طيب هي خرجت كالسيوم واحد بس، والكالسيوم زي ما احنا عارفين شايل شحنتين موجبتين، دخلت ثلاثه صوديوم كل واحده بشحنه، يبقى ثلاثه دخلوا شحنات موجبه قصاد اثنين خرجوا. لا هقول لك لا، انت ما تنساش البوتاسيوم اللي خارج، يبقى واحد اثنين ثلاثه خرجوا قصاد واحد اثنين ثلاثه دخلوا. تاني بلاتو فيز اوف ريبولاريزيشن، ده فيز 2، بلاتو يعني مستقيم، يعني الممبرين بوتنشال ايكوالز زيرو، وهنعرف ان الاثناء البلاتو ده السيستول اثناء انقباض القلب. سببه ايه؟ بالانس، توازن ما بين slow calcium influx and slow potassium efflux، والكالسيوم اللي دخل ده هو اللي عمل لي الكونتراكشن او السيستول. طيب انا محتاج القلب بقى يبدا بعد السيستول والكونتراكشن يبدا يعمل دايستول يريلاكس عشان يتملي بالدم، يبقى لازم الكالسيوم ده يخرج بره، هخرجه عن طريق حاجه اسمها ايه؟ كالسيوم صوديوم شانلز، دي بتدخل لي 3 صوديوم قصاد انها تخرج واحده كالسيوم. طب انا عندي الكالسيوم شايل شحنتين موجبتين وانا عندي 3 صوديوم دخلوا، طب ما كده مفيش بالانس. لا هقول لك ان في بالانس، لان في بوتاسيوم اثناء الريبولاريزيشن بيبقى خارج، يعني شحنه واحده موجبه مع الاثنين بتوع الكالسيوم بقوا 3 قصاد الثلاثه بتوع الصوديوم اللي دخلوا. تمام، بعد كده ندخل في الفيز 3 اوف ري بولاريزيشن اللي هو لارج اند رابيد ريبولاريزيشن. سببه ايه؟ بكل بساطه زياده البوتاسيوم افلوكس. بس اخر حاجه فيز 4 اللي هي كومبليت ريبولاريزيشن، سببها ايه؟ سببها الصوديوم بوتاسيوم بامب اللي بتعمل لي ايه؟ تخرج لي 3 صوديوم قصاد انها تدخل لي 2 بوتاسيوم، اللي هي يرجع الايونات في مكانها الطبيعي. تمام، تاني في الزيرو رابيد ديبولاريزيشن سببه اوبننج اوف فاست صوديوم شانل، فزودت الصوديوم انفلكس فزودت البوزيتيفيتي جوه وقللت وزودت النيجاتيفيتي بره، فعملت ديبولاريزيشن عكست الاستقطاب. بعد ده كله بقى ريبولاريزيشن فيز 1 2 3 اند 4، فيز 1 سمول اند فاست، قفلت الصوديوم دي قفلتها وخرجت البوتاسيوم، انا عمال بحاول اثناء الريبولاريزيشن ده كله ارجع تاني جوه نيجاتيف وبره بوزيتيف، يبقى قفلت الصوديوم وفتحت البوتاسيوم انه يخرج لبره عشان اشيل من الشحنات الموجبه اخرجها، بل كمان ده انا دخلت شحنات سالبه جوه اللي هي الكلورايد، هنا بوتاسيوم خارج هنا بوتاسيوم خارج هنا بوتاسيوم خارج، سوري هنا بوتاسيوم، ده صوديوم بوتاسيوم، هنا بوتاسيوم خارج، دي صوديوم بوتاسيوم بامب. طيب الفيز 2 بلاتو، بلاتو يعني الممبرين بوتنشال ايكوالز زيرو، سبب بالانس بتوين سلو كالسيوم انفلوكس اند سلو بوتاسيوم افلوكس. تمام، فيز 3 لارج اند رابيد ريبولاريزيشن نتيجه الرابيد بوتاسيوم افلوكس، فيز 4 بقى اللي هو الكومبليت ريبولاريزيشن، هنا الصوديوم بوتاسيوم بامب اشتغل عشان تحاول ترجع الايونات مكانها، تدخل لي 2 بوتاسيوم جوه وتخرج لي 3 صوديوم بره. تمام، طب عايزين نعرف الريليشن ما بين الاكشن بوتنشال اوف ذا هارت اند ميكانيكال ريسبونس، ايه علاقه بقى الاكشن بوتنشال بالكونتراكشن والريلاكسيشن بالسيستول اند دايستول؟ هنلاقي ان الميكانيكال كونتراكشن ستارت جاست افتر ديبولاريزيشن، انا عندي ده الاكشن بوتنشال اوف ذا هارت، اما ده الكونتراكشن وكده ريلاكسيشن، اول ما الديبولاريزيشن يخلص هنلاقي هنا الكونتراكشن بيبدا، اهو هنا الديبولاريزيشن خلص هنا الكونتراكشن بيبدا على طول،
بيوصل its maximum by the end of the plateau. الكونتراكشن هو الصمت او القمة بتاعته عند نهاية البلاتو، وبعد كده اثناء اللارج ري بولاريزيشن، اللارج رابد ري بولاريزيشن دي كوانسايد مع ايه؟ مع الفيرست هاف اوف دايستول، النص الاولاني مع الدايستول مع اللارج رابد ري بولاريزيشن. امال بقيه الدايستول امتى؟ بعد انتهاء الاكشن بوتنشال. تاني contraction of the heart start just after depolarization. اهو depolarization خلص، هلاقي contraction بدأ يعلى يعلى يعلى، يوصل its maximum by the end of the plateau. وبعد كده يبدأ relaxation، اهو بدأنا relaxation، اول نص من الدايستول coincide مع large rapid repolarization. امال بقيه الدايستول السكند هاف بعد انتهاء of action potential. عشان كده بنقول ان الميكانيكال contraction last بيستمر 1.5 times as long as duration of action potential. مدة الميكانيكال كونتراكشن مرة ونص قد الـ قد الايه؟ قد الاكشن بوتنشال. جاي منين المرة ونص؟ النص الزيادة ده بتاع باقي الدايستول، لأن يعني نص الدايستول الأولاني خلص مع الاكشن بوتنشال، طب نصه التاني بعد انتهاء الاكشن بوتنشال. تمام؟ وقمة الكونتراكشن مع الإند أوف ذا بلاتو، ده قمة الكونتراكشن. طب عايزين نعرف حاجة اسمها excitability changes during action potential. ايه هي excitability changes؟ في ثلاثة phases، حاجة اسمها absolute refractory period, relative refractory period and supernormal phase. تمام؟ نمسك أول phase، حاجة اسمها absolute refractory period. يعني ايه؟ يعني the excitability of cardiac muscle during this period is completely lost. قدرة القلب اللي هو يستجيب للستيمولس مهما كان قوته whatever مش هيقدر ايه؟ يستيميوليت الهارت. تمام؟ والمده بتاعت الابسوليوت ريفراكتري بيريود دي فيري لونج، طويله، سوري طويله. كونسايد مع ايه؟ مع الهول بيريود اوف سيستول. طول ما القلب في السيستول هو في الابسوليوت ريفراكتري بيريود، عمره ما يقدر يستجيب القلب لاي ستيمولس مهما كانت قوته. طب انا قلت تو كونسايد مع ايه؟ مع السيستول، يبقى مع انهي جزء في الاكشن بوتنشال؟ مع الديبولاريزيشن والسمول فاست ريبولاريزيشن والبلاتو. مش انا عندي كده ده الديبولاريزيشن، ده السمول اند فاست ريبولاريزيشن، ده البلاتو، دي كلها ابسوليوت ريفراكتري بيريد لغايه البلاتو. دي بصوره كمان، ده الديبولاريزيشن، ده الفاست اند سمول ريبولاريزيشن، ده البلاتو، ده كله كده، كل المنطقه دي ابسولوت ريفراكتري بيريد. يبقى هي الابسولوت ريفراكتري بيريد دي البيريد during which the cardiac muscle can't respond to any stimulus whatever is the strength، ما يقدرش يستجيب لاي stimulus مهما كانت قوته. تبقى امتى الفتره دي؟ اثناء ما القلب بيعمل سيستول بينقبض. طب امتى في الاكشن بوتنشال؟ اثناء التي بولاريزيشن والفيرست اند سكند فيز اوف ريبولاريزيشن، يبقى depolarization والسمول فاست depolarization اند بلاتو. تمام؟ معنى كده ان الهارت كانت بي تيتانايز. يعني ايه تيتاني؟ يعني continuous contraction without relaxation. لما اقول عندي تيتاني في العضله، يعني العضله بتاعتي عماله تعمل contraction من غير ما تستريح، من غير ما تعمل relaxation. طب هو ان الهارت كانت بي تيتانايز دي حاجه حلوه؟ حاجه حلوه جدا. ليه؟ لان نتخيل مع بعض لو القلب عمال contract 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 من غير ما يريح، هي فتره الراحه اللي هي ايه؟ فتره الدايستول. هي لا أهمية؟ لا أهمية فظيعة. ما هو أثناء الدايستول القلب بيتملي بالدم، ولو ما فيش دايستول يبقى القلب مش هيتملي بالدم، يبقى لما هيكونتراكت هو في دم عشان يضخه؟ ما فيش دم عايز يضخه خالص. يبقى الهارت كانت بي تيتانايزد as its absolute refractory period. its absolute refractory period occupies the whole contraction phase. يبقى القلب كانت بي تيتانايزد ليه؟ لأن الأبسوليوت ريفراكتوري بيريود بتاعته كبيرة، اللي هي أثناء إيه؟ أثناء السيستول. ودي ميزة، ميزة كبيرة، لأن القلب لازم يريح عشان يتملي بالدم. لو قلب بيحصل له كونتينوس كونتراكشن مش هيتملي بالدم، مفيش دم هيتضخ في البلاد فيسل immediate death. تمام؟ نيجي للريلاتيف ريفراكتوري بيريود. ريلاتيف ريفراكتوري يعني مش منع كلي، بقى منع جزئي. ساعتها الإكسايتابيلتي تبدأ تزيد شوية، partially recovered. يبقى لو جبنا ستيمولس اكتر من الطبيعي، سترونجر ستيمولس ذان نورمال، ممكن يكسايت القلب. امتى الفتره دي؟ تو كوينسايد مع الفيرست هاف اوف دايستول، مع النص الاولاني من الدايستول، اثناء اللارج رابيد ريبولاريزيشن. احنا وقفنا هنا عند الابسولوت ريفراكتري بيريد لغايه ايه؟ فيز 2.
نيجي بقى عند اللارج رابيد ريبولاريزيشن، ده اللي هو النص الاولاني من الديستول، سميناه ريلاتيف ريفراكتوري بيريود. يعني ايه ريلاتيف ريفراكتوري بيريود؟ لو جبنا ستيمولس اقوى من الطبيعي يقدر القلب يستجيب. تمام. اخر فتره اسمها الدينجرس بيريود او السوبر نورمال فيز. It's a period during which excitability of the cardiac muscle increased above normal، بقت super normal. ده الاكسايتابيلتي رجعت اكتر من الطبيعي. اكتر من الطبيعي ازاي؟ ان لو جبت weaker stimulus هيعمل ايه؟ هيعمل excitation للكارديك muscle و produce stronger contraction. لو في stimulus عملت القلب بي stimulation وكان الستيمولس ده ضعيف اللي هو في الطبيعي ما يقدرش يعمل للقلب استجابة، لا ده ضعيف، ده ممكن لو وقع في الفترة الدينجرس دي يعمل القلب يستجيب له ب stronger contraction. امتى الفترة دي؟ الفترة دي coincide مع second half of diastole، مع النص التاني من الدايستول. وزي ما قلنا ان النص التاني من الدايستول بيحصل امتى؟ بعد انتهاء action potential، after the end of action potential. الفترة دي سميناها dangerous period ليه؟ لان لو في stimulus قدر يقع في الفترة دي القلب هيستجيب له بقوة اكتر من الطبيعي، وده من اسباب حاجه اسمها ventricular fibrillation، رفرفه جدار البطين، ان الفنتركل يبقى فيه رعشه، لا مش بيكونتراكت وريلاكس، لا رعشه، ويضخ دم ايه؟ اقل من الطبيعي. تمام. يبقى تاني هنرجع مراجعه سريعه على الاكسايتابيلتي تشينج. عندي ثلاثه فيزز او ثلاثه بيريدز: ابسولوت ريفراكتوري بيريد، ريلاتيف ريفراكتوري بيريد، اند سوبر نورمال فيز. هي الابسولوت ريفراكتوري بيريد ده البيريد during which excitability completely lost. يعني ايه؟ يعني مهما جبت stimulus ومهما كانت قوته كبيرة عمره ما يقدر يعمل stimulation للقلب. امتى البيريود دي؟ اثناء الكارديك سيستول، اثناء انقباض القلب، عمره ما يستجيب للستيمولس مهما كانت قوته. امتى الفترة دي؟ في الاكشن بوتنشال، اثناء الدي بولاريزيشن والفاست سمول ريبولاريزيشن اند بلاتو فيز. طب دي حاجة حلوة ان القلب ما يقدرش يستجيب لأي ستيمولس مهما كانت قوته وهو بيعمل سيستول، حاجة مفيدة جدا، لان لو القلب استجاب للستيمولس وهو في الكونتراكشن يبقى مش هيريح، مش هيريح يعني مش هيتملي بالدم، مش هيتملي بالدم يبقى مش هيقدر يضخ دم، يبقى يحصل immediate death. تمام. طب تاني بيريود هي relative refractory period، excitability تبدأ تزيد شوية. تمام. بس مترجعش للطبيعي، بمعنى لو جبت ستيمولس بس يكون اقوى من نورمال يقدر يعمل استجابه للقلب. امتى الفتره دي؟ الفتره دي في الفيز 3. الفيز 3 اللي هو اللارج رابيد ريبولاريزيشن، اللي هو امتى؟ اللي هو اثناء الفيرست هاف اوف دايستول. تالت بيريد هي السوبر نورمال فيز. ايه هي السوبر نورمال فيز؟ دي الاكسايتابيلتي بتاعت القلب بتزيد عن الطبيعي. يعني ايه تزيد عن الطبيعي؟ ان لو جبت ويك ستيمولس في الطبيعي ما يقدرش القلب يستجيب له، لا لو وقع في الفتره دي ده هيستجيب له باستجابه اقوى من الطبيعي. طب هي امتى الفتره دي؟ قلت لكم في السكند هاف اوف دايستول، في النص التاني من الدايستول. طب ما احنا عرفنا ان النص التاني من الدايستول امتى؟ بعد انتهاء الاكشن بوتنشال. طب سميناها دينجرس ليه؟ لانها سبب من اسباب حاجه اسمها فنتريكولار فايبريليشن، في اف، رعشه في جدار القلب، ان القلب بدل ما يعمل كونتراكشن اند ريلاكسيشن لا بيرفرف رفرفه، ما يقدرش يتملي بالدم ويضخ دم. تمام. يبقى ده كله كنت بنشرح فيه ايه في الاكسايتابيلتي اللي هي الابيليتي اوف ذا كاردياك ماسل تو ريسبوند تو اديكوت ستيمولس by producing action potential followed by a mechanical contraction. تاني حاجة في properties of the heart rhythmicity أو automaticity. يعني ايه rhythmicity؟ جاي من كلمة rhythm، إيقاع، إن القلب يقدر يضرب بإيقاع ثابت. ability of the cardiac muscle to contract in a regular constant manner without any stimuli في self excitation. قدرة القلب إنه يضرب بإيقاع ثابت ومنتظم لوحده من غير ما أي حاجة تعمله stimulus. عشان كده قلنا انها مايوجينيك، اتس مايوجينيك ان اورجن. الريزمزيتي مايوجينيك يعني خاصه بالعضله اللي هي سميناها في الاول سبيشالايزد ماسل، اللي مش الاتريوم والفنتريكل، مش اللي بتعمل كونتراكشن ريلاكسيشن، لا السبيشالايزد ماسل زي الاس اي نود، زي الاي في نود، زي الاي في باندل زي ما هنقولهم دلوقتي. مايوجينيك نوت نيوروجينيك. يعني ايه نيورو؟ يعني نيرف، يعني ما فيش نيرف بيعمل استيميشن للعضله فتعمل ريزم، لا ده هي لوحدها مايوجينيك، العضله نفسها هي اللي بتضرب بايقاع منتظم. ايه اللي بيبدا ايقاع القلب؟ البيس ميكر، الريس، المايسترو اوف ذا قلب اوف ذا هارت اللي هو مين؟ اس اي نود، ساينو اتريال نود، هي دي اللي بتنشيت الكاردياك امبولس او الهارت امبولس. تمام.
اللي هي ايه البيس ميكر اللي هي المايسترو اوف ذا هارت اس اي نود ساينو اتريال نود. طيب احنا كنا شرحنا من شويه الاكشن بوتنشال اوف ذا اوردينري ماسل اوف ذا هارت اللي هي الاتريوم او الفنتركل اللي احنا شرحناه ده اللي هو ديبولاريزيشن والريبولاريزيشن اللي هو مالتي فيزز ده لاتريوم زي الفنتركل. يمكن الاتريوم بيختلف ان البلاتو بتاعه اقصر شويه بس مش اكتر. لكن الاكشن بوتنشال اللي هشرحه دلوقتي بتاع الاوتوماتيك سيلز اللي هي بتنشيت اند بروباجيت الاكشن بوتنشال اللي هي بتنشيت بقى الامبلس بتاع القلب نفسه من غير ما اعمل لها ستيميوليشن. تمام، يبقى اللي هشرحه دلوقتي الاكشن بوتنشال اوف اوتوماتيك سيل، السيل اللي بتقدر لوحدها تعمل اكشن بوتنشال without any stimulus. كنا في قلنا في الاوردينري ماسل كانت الاكشن بوتنشال كان الريستنج ممبرين كام؟ تقريبا من ماينس 80 تو ماينس 100، هنا لا اقل من ماينس 55 تو ماينس 60 ملي فولت. طيب برضو ده كله من دي الاختلافات بتاعت الاكشن بوتنشال بتاع الاوتوماتيك سيل عن بتاعت الاتريوم والفنتركل. اول حاجه ان الريستنج ممبرين بوتنشال بتاع اقل from minus 55 to minus 60 ملي فولت. تاني حاجه ان الريستنج ممبرين بوتنشال بتاعها unstable غير مستقر. يعني ايه غير مستقر؟ احنا اتعودنا ان احنا نشوف الريستنج ممبرين بوتنشال خط افقي horizontal، لا ده هنلاقيه سلوب عشان هو unstable. تمام، وعشان هو unstable بيعمل لي حاجه اسمها spontaneous depolarization لوحده، اول ما بيوصل للفايرنج ليفل على طول الديبولاريزيشن بيحصل. تمام، يبقى الريستنج ممبرين بوتنشال بتاع اوتوماتيك سيل unstable غير مستقر، مش خط مستقيم، هنلاقيه سلوب. اوريكم رسمه بسرعه، ده ريستنج ممبرين بوتنشال اتعودنا ان هو يكون افقي، لا ده مش افقي، ده سلوب unstable. اول ما يوصل للفايرنج ليفل لوحده يحصل spontaneous depolarization. تمام، بعد كده اهو when it reaches the firing level it produces a propagated action potential which reaches the ventricle muscle to solve ventricular contraction occur. رابع اختلاف ان هو الاكشن بوتنشال في اوتوماتيك سيل has no plateau، ما فيهوش بلاتو بقى. تمام، يبقى resting membrane potential بتاع الاوتوماتيك سيل اقل from minus 55 to minus 60 ملي فولت. له resting membrane potential unstable عامل زي slope، بيعمل spontaneous depolarization without stimulation. رابع اختلاف ان هو has no plateau. مين هو البيس ميكر او المايسترو اوف ذا هارت اللي بيتنشيت الكاردياك امبلس؟ الاس اي نود ساينو اتريال نود. طب اشمعنى بقى الاس اي نود هي البيس ميكر اوف ذا هارت؟ لقينا لها الفاستست ريزم، اسرع واحده بتطلع امبلس في الدقيقه هي الاس اي نود بمعدل 90 امبلس باي مينت بير مينت. يبقى ليه هي الاس اي نود هي البيس ميكر اوف ذا هارت؟ لانها هاز ذا فاستست ريزم، هاز ذا فاستست ريت اوف ديسشارج عن اي مكان في القلب، بتقدر تطلع امبلس بمعدل 90 بير مينت. تمام، نتكلم بقى على الفيزز اوف اكشن بوتنشال اوتوماتيك سيل، ابسط كتير من الاتريوم والفنتركل. احنا قلنا الريستنج ممبرين بوتنشال unstable. تمام، show spontaneous depolarization إعادة، سببه إيه بقى اللي هو unstable وshow spontaneous depolarization؟ سببه ثلاث حاجات. أول حاجة أهم حاجة إن على طول في steady decrease in potassium efflux، البوتاسيوم بيقل خروجه لبره. تمام، ما أنا عايز أعمل spontaneous depolarization محتاجة أقلب ال polarized state، محتاجة أخلي جوه positive وبره ايه نيجاتيف. تمام، فاول سبب في الـ unstable resting membrane potential او الـ spontaneous depolarization decrease potassium efflux، فبالتالي leading to decrease intracellular negativity. تمام، لان انا قللت خروج البوتاسيوم فبالتالي زودت جوه ايه، ساهمت ان انا ايه اقلل النيجاتيفيتي جوه. تاني حاجه بيحصل spontaneous leakage of membrane to sodium، كمان الصوديوم لوحده كده سبونتينوس يخرج لبره، يبقى ساعدت برضو ان انا اشيل شحنات موجبه اخرجها بره. تالت حاجه opening of voltage gated transient calcium channel، transient كلمه مهمه جدا جدا جدا، ان انا فتحت transient calcium channel عملت ايه؟ leading to some calcium influx، دخلت لي كالسيوم جوه. يبقى ال resting membrane potential بتاع الاوتوماتيك سيل اللي هو الانستيبل عشان تلات اسباب: decrease potassium efflux, spontaneous sodium efflux, and transient calcium influx. تمام، قللت خروج البوتاسيوم،
تاني حاجة عملت ليكج اوف ممبرين تو صوديوم، دخلت الصوديوم، سوري دخلت، انا ده كله عايز اعمل ايه؟ عايز اخلي جوه بوزيتيف وبره نيجاتيف، فما خرجتش بوتاسيوم، ودخلت صوديوم، ودخلت كالسيوم. دخلت كالسيوم منين؟ من ترانزيانت كالسيوم شانل، ترانزيانت مهمة، ده كله ساعدوني ان السلوب ده يوصل للفايرنج ليفل اللي هو تقريبا اراوند ماينس 40 ملي فولت. اول ما بيوصل للفايرنج ليفل سبونتينوس اكشن بتشرب بيحصل على طول، تمام؟ كان في الاتريوم والفنتركل كان الاب ستروك بيوصل لكام؟ لبوزيتيف 20، هنا بوزيتيف 10، تمام؟ يبقى ده سبب الانستيبل ريستنج ممبرين بوتنشال. بعد كده الديبولاريزيشن، سبب ايه الديبولاريزيشن ده؟ اوبننج اوف لونج لاستنج كالسيوم صوديوم شانل، فمور كالسيوم اند بوزيتيف انفلكس ليدنج تو ديبولاريزيشن. تاني ايه سبب بقى الديبولاريزيشن؟ فتحت هنا الكالسيوم صوديوم شانل، بس هنا اسمها لونج لاستنج، كانت في الريستنج ميمبرين بوتنشال اسمها ترانزيانت، فدخلنا كالسيوم في صوديوم فعملنا ايه؟ زودنا البوزيتيف اكتر جوه، عملت ديبولاريزيشن. امال الريبولاريزيشن عملنا ايه؟ زي ما حفظنا opening of voltage gated potassium channel، فتحنا قنوات البوتاسيوم فخرجنا البوتاسيوم بره، مش بس كده وقفلنا كمان الكالسيوم والصوديوم اللي كنا فتحتهم في الديبولاريزيشن. يبقى تاني ال unstable resting membrane potential سببه ايه؟ بقلل خروج البوتاسيوم فزوده بره جوه، واعمل ادخل صوديوم spontaneous من بره لجوه، وادخل كالسيوم عن طريق transient calcium channel، ده كله يساعدوا لي ان الممبرين بوتنشال يوصل للفايرنج ليفل هو تقريبا ماينس 40. اول ما يوصل لماينس 40 ده الفايرنج ليفل، يحصل سبونتينوس ديبولاريزيشن نتيجه ان انا فتحت ايه؟ لونج لاستنج كالسيوم صوديوم شانل اللي دخلت لي كالسيوم وصوديوم جوه، فعملت ديبولاريزيشن. طب عايز اعمل ريبولاريزيشن، ريبولاريزيشن اي ريبولاريزيشن بوتاسيوم خارج، ما انا عايز ارجع تاني جوه نيجاتيف وبره بوزيتيف. طيب فتحنا فولتج جيتد بوتاسيوم شانل، خرجنا بوتاسيوم، وكمان قفلت مين؟ قفلت الصوديوم والكالسيوم اللي كنت فاتحينهم. في تركايه بسيطه بس نعرف ان ريستنج ممبرين بوتنشال اوتوماتيك سيل از كولد له اسم تاني اللي هو الانستيبل ده بري بوتنشال. يعني ايه بري بوتنشال؟ بري يعني بيفور، لانه بيحصل، ما هو طبعا اسمه بري بوتنشال بيحصل قبل الاكشن بوتنشال، بري بوتنشال يعني بيفور اكشن بوتنشال، طبيعي ما هو ليه سميناه بري بوتنشال؟ اللي بيحصل قبل الاكشن بوتنشال. طب له اسم تاني اسمه دايستوليك ديبولاريزيشن. ليه اسمه دايستوليك ديبولاريزيشن؟ هو اسمه ديبولاريزيشن ليه؟ مش هو طالع لفوق؟ يبقى جزء من الاسندنج لامب، والاسندنج لامب ده بتاع الديبولاريزيشن ولا الريبولاريزيشن؟ بتاع الديبولاريزيشن، عشان كده سمينا ريستنج ميمبرين بوتنشال بتاع البيسميكر سيلز دايستوليك دي بولاريزيشن، لانه جزء من الاسندنج ليمب، والاسندنج ليمب ده دي بولاريزيشن، يبقى ده زيه يبقى دي بولاريزيشن. طب اسمه دايستوليك ليه؟ بكل بساطه مش هو دي بولاريزيشن؟ طب هو بعد الدي بولاريزيشن ده بيحصل ايه تاني؟ اسمه دايستوليك ليه؟ لان بعد الدي بولاريزيشن بيحصل السيستول، يبقى قبل السيستول هو ايه؟ دايستول، يبقى سميناه دايستوليك ديبولاريزيشن. دايستوليك ليه؟ لانه مش سيستوليك، ما هو ديبولاريزيشن، وانا عندي بعد الديبولاريزيشن بيحصل ايه؟ بيحصل السيستول اوف ذا كاردياك موسل. طب ده مش كونتراكشن، يعني ده ديبولاريزيشن، يبقى ديبولاريزيشن ايكوالز ايه؟ دايستول. ريمبر ان الانترنسيك ريزمستي اوف اس اي نود از 90 امبلس بير مينت، عشان كده سميناها ايه؟ البيس ميكر اوف ذا هارت، لانها بتقدر تطلع اكتر عدد امبلس في الدقيقه، اكتر من اي مكان في القلب بمعدل 90 امبلس بير مينت، وايل ذا اي في نود از 60 امبلس بير مينت، تمام؟ يبقى كده عشان كده الاس اي نود هي البيس ميكر. هاو ايفر بالرغم من كده فيجل تون الفيجاس كنترول اس اي نود. طب في سؤال منطقي، انا عدد ضربات الامبلس بتطلع من الاس ان نود 90، امال ليه معدل ضربات القلب الطبيعي لما بقيس الهارت ريت معدل ضربات القلب بتاع الطبيعي 70 نوت 90؟ عشان الفيجاس بيكنترول الاس ان نود، فبيهبط منها شويه يوصلها لمين؟ لل 70، تمام، ويخلي الاي في نود اراوند 40، لكن هما في الطبيعي 90 اند 60، لكن الفيجاس يخليهم 70 اند 40،
تمام. اف اس اي نود، اف اس اي نود اكتيفيتي از ديبريسد باي ديزيز، لو حصل لها الاس اي نود مشكله باي ديزيز باي مرض، ساعتها مين اللي هيبقى لون الابر هاند؟ الاي في نود هي اللي تحل محلها وتبقى البيس ميكر اوف ذا هارت. وساعتها الاقي الهارت ريت بتاعي قد ايه، معدل ضربات قلبي في الدقيقه 40، فعشان كده يبقى اسمي عندي برادي كارديا. تمام. يبقى لو الاس اي نود حصل لها مشكله باي مرض ما، ساعتها مش تبقى البيس ميكر، هتيجي بعدها مين ساعتها؟ هي البيس ميكر الاي في نود. ومعدل ضربات الاف اي نود في الدقيقه كام؟ 40 امبلس بير مينت. ساعتها هلاقي الهارت بريت بتاعي بدل ما هو 70 40، فيبقى عندي حاجه اسمها برادي كارديا. برادي كارديا يعني معدل ضربات القلب في دقيقه اقل عن الطبيعي. ندخل في اخر حاجه النهارده في المحاضره، تالت بروبرتي اوف ذا هارت، كوندكتيفيتي. سهله جدا. يعني ايه كوندكتيفيتي؟ It is the ability of the cardiac muscle fiber to conduct the cardiac impulse that are initiated in the SA node اللي هي البيسميكرو اوف ذا هارت. قدره القلب انه يوصل، انا عندي الامبلس طلعت من الاس اي نود، طيب عايزاها بقى توصل لكل مكان في القلب، هي دي الكوندكتيفيتي. تمام. Conductive system of the heart is formed of specialized muscle fiber. مش الاوردينري بقى، الاوردينري كانوا الاتيوم والفنتريكل اللي وظيفتهم contraction and relaxation، systole and diastole. اما الكوندكتيف سيستم ده اللي بيطلع منين؟ من specialized muscle fiber which are responsible for initiation اللي هي الستارت اند بروباجيشن اوف ذا كارديك اكسايتيشن ويف. السبيشاليزد ماسل فايبر هي اللي بتعمل انيشيشن، بتبدا وبروباجيت وبتنقل الكارديك اكسايتيشن ويف. تمام. مش تعمل لي بقى سيستول ودايستول، لا دي اتريا وفنتري. امال السبيشاليزد ماسل فايبر بتنشيت، بتبدا اند بروباجيت الكارديك اكسايتيشن ويف. مين هم بقى السبيشاليزد ماسل فايبر؟ اس اي نود اللي هي الساينو اتريال نود واللي هي البيسميكر اوف ذا هارت في الطبيعي، اي في نود اتريو فنتريكولار نود، ادي باندل او باندل اوف هس، والبركنجي فايبر. الاس اي نود موجوده فين؟ موجوده في البوستيريور وول اوف ذا اتريوم اوف ذا رايت اتريوم بينيث اند ميديال تو ذا اوبننج اوف سوبيريور فينا كاف. ات از ذا سايت فروم ويتش ذا كارديك اكسايتيشن ويف ستارتس. ادي الاس اي نود موجوده في البوستيريور وول اوف رايت اتريوم بينيث اند تو ذا رايت اوف ذا اوبننج اوف سوبيريور فينا كاف. ده مكان الانيشيشن اللي بيبدا عندها الاكسايتيشن ويف او الكارديك امبلس، هي دي بتولد الاكسايتيشن ويف او الكارديك امبلس. تاني واحده اتريو فنتريكولار نود او اي في نود موجوده فين؟ موجوده في الرايت سايد اوف ذا انتر اتريال سيبتوم ات ذا جانكشن اوف ذا اتريوم اند ذا فنتريكل. ادي الاي في نود موجوده في ده الانتر اتريال سيبتوم اللي بالاورنج ده اللي في النص، هي موجوده في الرايت سايد بتاعه عند الجانكشن ما بين الاتريوم والفنتريكل، ده الاي في نود اتريو فنتريكولار نود. تالت واحدة bundle of his أو AV bundle، دي continuous مع الـ AV node. It breaks into two branches right and left bundle that runs down on both sides of the endocardium، بتمشي بالظبط تحت الـ endocardium اللي هو الطبقة الداخلية من القلب، down to the apex and then reflected upward along the lateral wall of the ventricles to the base of the heart. احنا وقفنا عند الاي في نود، يطلع من ده اي في باندل او باندل اوف هس، تتقسم لرايت اند ليفت برانش، يمشوا تحت الاندوكارديوم. طبعا انا ده كله ماشيه من البيز للايبكس، اهو مشينا رايت برانش اند ليفت برانش، هيمشي وعند الايبكس ده كله تحت الاندوكارديوم ريفلكتد ابورد تو ذا، يرجع تاني مين؟ للبيز اوف ذا هارت. انا كنت ماشيه اس اي نود، عمل انشيت الامبلس، اتنشرت الامبلس في الاتريوم، وصلت الاي في نود، زين اي في باندل، زين او الباندل اوف هيز، زين باندل برانش رايت اند ليفت باندل برانش، اهو يمشي من الايبكس يرجع يعمل استيميشن لمين؟ للبيز. طول ما الباندل برانش رايت وليفت ماشيين بيطلعوا حاجه اسمها بيركنجي فايبرز، اللي هي دي بيركنجي فايبرز. تمام. بيركنجي فايبرز باندل برانش along their course give off many branches that penetrate the ventricular muscle fiber to form the Purkinje network. يبقى اس اي نود طلعت الامبلس، اتنشرت في الاثريوم، وصلت الاي في نود، مش هنا في الاي في باندل او باندل اوف باندل اوف هس، رايت اند ليفت باندل برانش، مشوا تحت الاندوكارديوم تو ذا ايبكس ريفلكتد ابورد تو ذا بيز، طول ما هي ماشيه مطلعه لي بيركنجي سيستم او بيركنجي فايبرز. طيب عايز اعرف سرعه الامبلس. امبلس كوندكشن ثرو ذا اتريا ات ريت 1 متر بير سكند. طبعا الاس اي نود طلعت الامبلس مشيت في الاتريوم عشان توصل اي في نود، السرعه في الاتريوم كام؟ 1 متر بير سكند. بعد كده توصل لمين؟ توصل للاي في نود، ده ابطا مكان في سرعه الامبلس، سلو كوندكشن ات ريت اوف ايه؟
0.5 متر في السكند، 5 من 100 متر بير سكند، ابطا مكان عند الاي في نود. مهمه وما ننساهاش خالص، حتى هنسمي الاي في نود بس عندها اي في نودال ديلاي. بعد ما كانت ماشيه ب 1 متر بير سكند بقت ماشيه بايه؟ 0.5 متر بير سكند. بعد كده نوصل عند الاي في باندل، السرعه هتزيد 2 متر بير سكند. عند البركنجي دي اسرع نقطه توصيل، فاست كوندكشن 4 متر بير سكند. بعد كده توصل للفنتريكلز، يوصل لباقي اجزاء الفنتريكل بايه؟ بنص متر في الثانيه، بالثانيه. يبقى تاني عند الاس اي نود نشره الامبلس في الاتريوم، الاتريوم بقى توصل للاي في نود، في الاتريوم السرعه متر في الثانيه. عند الاي في نود ابطا مكان 5 من 100 متر في الثانيه، عشان كده سمينا النقطه دي بس عندها اي في نودال ديلاي. بعد كده الاي في باندل 2 متر بير سكند، بيركنجي فايبر 4 متر بير سكند، اسرع مكان. اخر حاجه ثرو فنتريكل 0.5 متر بير سكند، نص متر في الثانيه. يبقى ابطا مكان اي في نود حصل عنده اي في نودال ديلاي، اسرع مكان بيركنجي 4 متر في الثانيه. The conduction velocity, the slowest conduction velocity in AV node سميناها AV nodal delay. عايز اعرف سببها والimportance بتاعتها. سببها ايه؟ فاكرين لما قلنا المسل فايبرز بتاعت الهارد فيها intercalated disc، والintercalated disc فيها حاجه اسمها gap junction، والgap junction دي بتذلل او بتسهل مرور الكهرباء في القلب. كل ما الجاب جانكشن زادت كل ما سرعه انتقال الاكسايتيشن او الامبلس بقت سريعه جدا، مفيش اي اعاقه. لان الاي في نود فيها فيو جاب جانكشن، يبقى ساعتها ايه؟ السرعه فيها تزيد ولا تقل؟ طبعا هتقل. بلس ان لها less negative resting membrane potential. يعني ايه less negative resting membrane potential؟ لان ان less negative resting membrane potential بيفتح السلو صوديوم شانل. يبقى سببين بيخلي الاي في نود عندها سرعه بطيئه، ان الجاب جانكشن اللي فتحت فيها قليله، تاني حاجه النيجاتيف ريستنج ميمبرين بوتنشال بتاعها قليل، ففتح لي السلو صوديوم شانل، فبالتالي سرعه الويف بتاعتها بطيئه. طب ده له اهميه؟ له اهميه فظيعه، اهميه في القلب الطبيعي واهميه في القلب التعبان. القلب الطبيعي ايه الفايده؟ allow الاي في نودال ديلي ده allow sufficient time for ventricles to be filled with blood before they contract. يعني بيدي فرصه الفنتركل انها تتملي قبل ما تبدا تضخ الدم، فالامبلس ما توصلهاش بسرعه، لا اديناها فرصه تتملي بالدم وقت كافي خالص براحتها عشان تضخه بعد كده. تمام؟ يبقى ادينا وقت للفنتركل قبل ما تجيله امبلس انه يتملي بالدم عشان يضخه. طب القلب التعبان حماه، عمل له بروتكشن، protect the ventricles from the pathological high atrial risk as atrial flutter and atrial fibrillation. في امراض اسمها atrial flutter او atrial fibrillation اللي هي رعشه في جدار الاذين. تمام؟ اذين بيتحرك بيكونتراكت بسرعه كبيره جدا، بتوصل ل 300 او 400 مره في الدقيقه، بس دي حاجه مرضيه. تمام؟ طب ده كل الامبلس دي لو وصلت للفنتركلز هيقدر يستحمل؟ مش هيستحمل، ما هي لو كل ده ال 400 دي وصلوا للقلب لو وصلوا للفنتركلز بدل ما كانوا 70 هيبقى 400 في الدقيقه. تتخيل كده، والقلب هيعرف يريح؟ مش هيعرف يريح. هيعرف يعمل دايستول؟ مش هيعرف يعمل دايستول. هيعرف يتملي بالدم؟ مش هيعرف يتملي بالدم. ساعتها immediate death. فالايفي نودال ديلي دي وظيفتها ساعتها انها ما توصلش كل الامبلس الوحشه دي اللي جايه من الاتريوم. يعني لو 400 او 300 توصل مثلا منه 100، يبقى الموضوع معقول شويه. ان لو 400 كلهم وصلوا يبقى الفنتركل هيضرب بسرعه فظيعه، مش هيقدر يعمل ريلاكسيشن، يعني مفيش دايستول، مش هيقدر يتملي بالدم، يبقى مش هيقدر يضخ دم، يحصل immediate death. يبقى الايفي نودال ديلي ليه ابطا مكان في الايفي نود عشان السرعه بتاعته بطيئه جدا، كام؟ 5 من 100 متر في الثانيه. سببها ايه؟ سببها فيو جاب جانكشن زائد less negative resting membrane potential، ففتحت لي slow صوديوم شانل. وظيفتها مهمه جدا، ربنا عمل ده الحكمه، ان انا ادي فرصه للفنتركل تو بي filled with blood before they contract، ادي وقت للفنتركل براحته يتملي بالدم قبل ما يجيله امبلس من فوق. تاني وظيفه احمي الفنتركل from pathological high atrial risk. لما يكون في الاتريوم في مرض زي الرعشه او الرفرفه في جدار الاذين، ده بيضرب بسرعه
فظيعه جدا، ممكن توصل ل 400 ل 600 امبلس في الدقيقه، مش كلهم يوصلوا. الايفينوت تقول له لا بقى مش كلك هتوصل تحت، اعمل ديلي اخلي مثلا من 400 100 يوصلوا او 150، لان لو كل 400 وصلوا ده هيجي على حساب ايه؟ هيجي حساب الدايستول، فالقلب مش هيعمل دايستول يبقى مش هيتملي بالدم، يبقى مش هيضخ دم، يحصل immediate death. طب دي ابطا مكان في القلب، ابطا مكان عنده سرعه امبلس يعني. اما اسرع مكان عنده كوندكشن فيلوسيتي زي ما قلنا البركنجي، كام؟ كانت تقريبا 4 متر بير سكند. ليه؟ سببها ايه؟ عكس اللي فوق، هنا كان في فيو جاب جانكشن، هنا في البركنجي فيها لارج نمبر اوف جاب جانكشن. خلاص بقى الكهرباء بتعدي بسرعه جدا من غير اي عقبات، الفتحات سريعه وكبيره فيها جاب جانكشن كتير، بلس ان الريستنج ممبرين بتاع ممبرين بوتنشال بتاعها مور نيجاتيف، فبيفتح لي الفاست صوديوم شانل. طيب زي ما قلنا الامبورتنس بتاع الايفي نودال ديلي، نقول الامبورتنس بتاع الفاست بركنجي سيستم. بركنجي سيستم اللي هي التفرعات دي بتوصل الكهرباء بسرعه جدا، فبتقلو البوست فنتريكل تو بي كونتراكت از 1 يونت وات ذا سيم تايم، فالامبلس توصل للتو فنتريكلز في نفس الوقت، فيعمل فيحصل لهم كونتراكشن في نفس الوقت كوحده واحده كسنسيتيوم واحد، فيحصل ايه؟ باورفل كونتراكشن، الكونتراكشن بتاعهم يبقى باورفل فيعرفوا يضخوا الدم اجينست ريزيستنس. تاني ايه الحكمه ان البركنج سيستم سرعه توصيل الكهرباء بتاعتها اسرع مكان؟ ليه؟ عشان تسمح ان الاكسايتيشن ويف دول بركنجي دول توصل لبوست فنتركل ات ذا سيم تايم، تمام؟ فيحصل لهم كونتراكشن ات ذا سيم تايم واز 1 يونت، فيبقى الكونتراكشن بتاعهم ايه؟ باورفل، فيقدروا يضخوا الدم اجينست بريفرال ريزيستنس. كده محاضرة النهاردة خلصت، وبإذن الله المرة الجاية هناخد بس الفورث بروبرتي اوف ذا هارت اللي هي الكونتراكتاليتي.